تبرعت دولة الكويت للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمبلغ 1.5 مليون دولار من أجل المساعدات الإنسانية لمشاريع المفوضية الخاصة بقضايا اللاجئين، لا سيما في الصومال وغيرها من الدول التي تشهد كوارث إنسانية. ثمن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس المساهمة الإنسانية التي قدمتها دولة الكويت. We have dramatic situations in the Middle East. We have dramatic situations in Africa, in Southwest Asia, and of course, without the support of our partner countries, it would be impossible to help people that are the most vulnerable of the vulnerable, those that are fleeing wars, those that are fleeing hunger, those that are living in the most difficult circumstances in the world, and need. To be helped and to be protected. And so I'm very grateful for this contribution from the government of Kuwait and very much counting on Kuwait's solidarity for our work. قال المندوب الدائم لدولة الكويت السفير ضرار رزوقي أن الكويت زادت مساهمتها المادية للمفوضية السامية هذا العام إيمانا منها بأن زيادة الكوارث الإنسانية تزيد من أعباء عمل المفوضية. طبعا هي الكويت مساعداتها تزيد بمدى طبعا وجود المشاكل في العالم، فلقينا مثلا انا تبرعنا اليوم في 1 مليون دولار لاعمال المفوضيه، ولكن ايضا هناك تبرعنا بربع مليون دولار لاعمال مثلا سابقه كانت بالصومال، كان هناك التزامات من المفوضيه لاعمال قامت فيها بالصومال. قامت ايضا مفوضه في تذكر انت الكارثه اللي صارت في تايلاند، وقامت المفوض بدور جيد وممتاز، فتبرعنا لهم أيضا في مبلغ 250 ألف. طبعا هي زيادة التبرعات هي تعتمد على شنو المفوضة قاعدة تسوي من أحداث تمر في العالم، فهمني؟ فزيادة الأحداث، زيادة المشاكل، زيادة الكوارث، هاي لا شك إنها تزيد من أعباء المفوضة، فبالتالي تدعو المجتمع الدولي لدعمهم ليواجهون هذه المشاكل. مساهمة الكويت وسط المنظمات الدولية لم تنحصر على المساهمة المادية، بل تمتد إلى المشاركة في اتخاذ القرارات الدولية. طه يوسف حسن، تلفزيون دولة الكويت، من مقر المفوضية السامية للاجئين، جنيف.